متشرف جدا ان انا بحاور سعادتك، والسؤال اللي حضرتك متوقعه مني هو سد النهضة الاثيوبي، مش من الناحية السياسية بقى ولا المشاكل الطاحنة اللي دائرة الان، لكن سد النهضة سلامته الفنية، علاقة جسم السد بأمنيات الملء اللي هم بيقولوها، ومطالب مصر عادلة ولا مش عادلة. ممتاز، أنا كنت حوصل لهذا الكلام، لكن أنا بس حلفت نظر حضرتك للأيقونة اللي ورايا. أيوة أنا برضو عجباني من ساعة ما بدأ اللقاء كده. الأيقونة اللي ورايا دي أنا جبتها لأن إحنا كان عندنا كذا مشروع في أثيوبيا. إحنا أيوة. شركة مميزة ومعروفين، إحنا دايماً رقم واحد في العالم كله في تنفيذ السدود. وأنا كرئيس مجلس الإدارة، أنا صحيح ما كنتش مسؤول عن تصميم السد اللي معمول في أثيوبيا ويسموه سد تكيزي، ولغاية النهاردة هذا السد من ضمن السدود اللي هي تصميمها كان تصميم ممتاز. فأنا بوجودي في أثيوبيا عشان خاطر أتأكد إن العميل الأثيوبي ما عندوش أي مشاكل مع التيم بتاعنا إحنا من الشركة، طبعا أخذوني عشان أزور، حضرتك عارف إن أنا مسيحي قبطي، وطبعا أثيوبيا لها تراث كبير جدا في العلاقة مع الكنيسة القبطية طبعا، فكنت بحب جدا إن أنا أروح أشوف الآثار المسيحية في أثيوبيا. فطبعا طبعا من ضمن الحاجات، واحد من الناس اللي بيمثلونا في أثيوبيا هو إنسان أثيوبي محب جدا، قلت له أنا بحب دايماً أن أنا مروح أقتني أيقونة مميزة، فأخذني لمكان بيبيع أيقونات قديمة، ودي الأيقونة دي اللي عجبتني وجبتها، وعشان كده أنا بفتخر بيها وحطتها في مكان عزيز عليا في البيت هنا. هو بالنسبة لسؤال حضرتك على سد النهضة، أنا كنت لي علاقة ب وزارة الري من أيام الدكتور أبو زيد، هو صديق عزيز جدا وأنا أفتخر بصداقته. وطبعا كان موضوع سد النهضة ده كان بس موضوع على الورق، وما كانش سد كبير زي كده، كانت عبارة عن سد معمول من خمس سدود في هذا الموقع، وكانت هي الدراسة دراسة الجدوى اللي اعتمدها البنك الدولي إن هو السد ده يتنفذ على خمس مراحل، مش سد عالي بالمنظر ده. لكن بكل أسف القصة معروفة، إن رئيس الوزراء الأثيوبي في وقت من الأوقات قال لأ، أنا لازم من ناحية سياسية إن أنا أكون أنافس مصر زي ما هم عاملين السد العالي، أنا لازم أعمل سد أكبر ويكون فخر الأثيوب. فطبعا من ناحية الجدوى ومن ناحية البيئة هذا السد لا يسمح به، وخصوصا في أوقاتنا هذه، لكن اللي حصل حصل، إن هو القرار اتخذ، وساعتها كان البنك الدولي كان مستعد يمول الخمس سدود دول، لما سمعوا كده حاولوا يقنعوا رئيس الوزراء إن هو ده لا يليق ولا يصح، وإن دراسة الجدوى فيها فجوات كبيرة جداً إذا ده اتعمل، ما اقتنعش والبنك الدولي انسحب في هذا. هل يا فندم ده كان في عصر هيلي مريم دي سالين ولا في عصر أبي أحمد؟ لا لا، قبل كده كتير، قبل ده كده عصر الرئيس الوزراء، رئيس الوزراء اللي هو بكل أسف تنيح، كان عنده كانسر ومات بعدها، أخذ القرار وهو انا ما اعتقد ان هو من قبيله تجري، ما هياش نفس القبيله بتاع ابي احمد. فعلى اي الاحوال عشان ما اطولش في القصه دي، اتخذ القرار في اثيوبيا ان ده السد ده هو لازم ينفذ. بعد ما ابتدى وحاولنا احنا كشركه، لان احنا لينا علاقه بوزاره الري في اثيوبيا، حاولنا نقنع الناس ده هي ده ما يصحش، فلكن ما حدش سمع الكلام، وكان القرار سياسي بحت، ملوش أي دعوة من ناحية الفنية.
سنة 2014 سيادة الوزير حسام المغازي دعاني أن أنا أجي عشان أراجع مع الوزارة التداعيات اللي موجودة في هذا السد. وساعتها أنا اتصلت بمجموعة مميزة جداً من MIT وهي طبعاً من أكبر الجامعات الهندسية في العالم كله، وكانوا اختاروا 5 خبراء عشان خاطر إن هم يكتبوا تقرير لسيادة الوزير برأيهم في التأثير هذا السد مش بس على مصر بس على مصر والسودان وعلى أثيوبيا. وفعلا أخذنا هذا التقرير سنة 2014 ورحنا زرنا مصر واستقبلونا استقبال كويس جدا الحقيقة، وسبنا هذا التقرير لغاية الآن موجود في الوزارة. من ساعة 2014 وأنا ما كانش ليا يعني علاقات جامدة من ناحية السد إلى هذه السنة، وكان من حوالي سنة ولا سنتين كان سيادة الوزيرة نبيلة مكرم كانت بتزورنا هنا في شيكاغو واتكلمت معايا، وأنا برضو قابلت في أول زيارة لسيادة الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك. كنت واحد من الناس اللي هم دعوهم عشان نقابل سيادة الرئيس ونرحب بيه، وإذا كان أي حد فينا عنده أي تعليق يعني أو أي حاجة يفيد البلد نتكلم معه. وساعتها أنا قدمت له ملف عن خبرتي وعن رأيي في موضوع هذا السد. طبعاً الموضوع مشي لغاية السنة دي، ولما أنا رحت في زيارة لمصر تكرمت سيادة الوزيرة بأن هي رتبت معاد عشان أنا أقابل سيادة الوزير الدكتور محمد عبد العاطي اللي هو وزير الرأي. وزير الموارد المائية والري الحالي في مصر. مطلوب. وفعلا رحت واجتمعت معاه، وكانت مقابلة يعني ورحب الراجل جدا جدا بأن أنا أكون ليا أي رأي وأي تواصل معاه. وفعلا من ساعتها وهو أداني رقم أحد الخبراء هنا في أمريكا اللي هو متعاون مع الوزارة وبيعمل قياسات على اللي بيحصل للسد من ناحية الستلمنت بتاعته أثناء التنفيذ وأثناء الملء، وهو اسمه الدكتور هشام العسكري. وهو موجود في جامعة شابمان وله بيبرز يعني له منشورات عن هذا الكلام، يعني أبحاث في مدى استقرار السد وتقبله للملء الأول والثاني وهكذا. مظبوط. بس هو طبعا ما هوش مهندس، لكن هو بيدرس الموضوع من ناحية النظرية البحتة، إن هو قد إيه بيحصل تغييرات في حجم السد وتغييرات في، وهم طبعا زي ما حضرتك عارف هم سدين، في سد خرساني وفي سد صخري. فطبعا هو بيدرس الاثنين، والدراسات اللي عملها لما أنا اتصلت معاه يعني خلتني أنا يعني مش يعني شايف إن في حاجات indications يعني ورسم من ناحية السيفتي بتاعت من ناحية سلامة السد. فطبعا من ساعة ما رجعت وأنا بتصل بكذا واحد مرة تانية عشان خاطر إن أنا مهتم بهذا الموضوع، عشان خاطر إن إحنا نقدر نساعد مصر بأنها تقيم قد إيه السد ده هو يعني يمثل خطورة، ولكن الخطورة القصوى طبعا معروف إن هي على السودان على السودان أكتر منها على مصر. وأنا طبعاً بديت هذا الكلام من ساعة ما رجعت، أنا رجعت من 3 أسابيع وشغال في هذا المجال عشان خاطر إن أنا أجمع الخبراء اللي هم أنا بحترمهم عشان خاطر كلنا يكون لينا رأي
يكون له وزن من ناحية مساعدة مش بس مصر، مساعدة السودان وأثيوبيا كمان. طبعاً طبعاً. وطبعاً الموضوع اللي أنا مهتم به أكتر هو موضوع الانترناشنال هايدرو باور أسوسيشن، لأن هم مهتمين بتنمية السدود في العالم. ولو حصل مشكلة لأي سد من السدود ده هي بيأثر على أي تنمية لأي سد في أي مكان في العالم. فطبعاً أنا على اتصال معهم، وهم الناس وعدوا إنه هو في خلال أسبوع هيكونوا يعملوا لجنة من عندهم عشان خاطر إن إحنا نتعاون مع بعض مع اثنين خبراء تانيين من ناحية الناحية الفنية، عشان خاطر إن إحنا نقدر يكون لينا رأي ونعلنه رأي عالمي، عشان خاطر له يكون منفعة لكل الأطراف اللي موجودة في هذا الموضوع.